اهلا وسهلا بحضراتكم مره اخرى اعزائي المشاهدين. خلوني ارحب بضيوفي وضيوف حضراتكم في هذه الفقره، الاساتذه الكبار الاستاذ جمال الزهيري. ازيك يا استاذ جمال؟ اهلا بك كابتن اسلام. استاذ محمود صبري. ازيك يا استاذ محمود؟ كابتن. هبدا مع حضراتكم بيوسف ايمن، صفقه مهمه في توقيتها وتوقيت بدايه الصفقات. طبعا مجرد انه انتهت الصفقه ده رساله يعني للناس اللي بتجتهد، لكن اول ما شيء بينتهي العمل فيه بيعلن صحيح بشكل رسمي يعني، وكل المتابعين للاعب بيؤكدوا ان هو هيبقى صفقه مهمه بالنسبه للنادي الاهلي. هو طبعا مصري يعني او من اصل مصري يعني، لكن هو كلاعب اكيد هيبقى مفيد لصفوف الفريق في المرحله القادمه. فدي بدايه اعتقد كويسه، بدايه للصفقات القادمه. للصفقات القادمه استاذ محمود. طبعا لا شك انه ده بيؤكد على الخطه برضو اللي انت ماشي عليها كابتن، يعني انك انت بتجديد دماء الفريق بصوره، وخاصه الخط الخلفي يعني محتاج تدعيم بصوره اكبر في ظل حجم الاصابات اللي انت شايفها. شوف فتره غياب ياسر عامله ازاي عندك، شوف اصابات حتى لما بيغيب محمد عبد المنعم، رامي ربيعه، فلا شك انك انت يمكن دي مكانت ما بين الصفقه دي وما بين صفقه بالعيد، برضو كان فيها عمل برضو تبقى اضافه، لكن ما حصلش التوفيق، او اللاعب يعني يعني فضل مثلا ان هو يلعب بره في بلجيكا. فاعتقد انه صفقه مهمه، كل التقارير والكلام بتقال عن اللاعب انه لاعب مهم، انت بتدور على اللاعب في خط الدفاع اللي بيلعب الكره من الارض، دي شيء مهم جدا اصلا. لازم المدافع بكل لاعب كوره برضو من الدرجه الاولى عنده وعي، ده بيعمل فرق وبيضيف حاجات كتير للفريق. شيء مهم جدا انك انت تبدا بتدعيم الخط الخلفي، ده بتفكر كمان لسه اضافه باك ليفت، لسه بتفكر في تدعيم نص الملعب، لسه بتفكر في البحث عن اطراف جديده برضو رغبه المدير الفني. المدير الفني دايما بيتكلم بيقول لك عشان نواصل البقاء على القمه والاستمرار محتاجين ندي دوافع مختلفه ولاعيبه جديده يكون عندها الامكانيات والقدرات تتفق مع رغبه وطموح جماهير النادي الاهلي. صفقه ان شاء الله اتمنى نكتب لها التوفيق، ولاعب اكيد عنده فكره كبيره جدا وبيرتدي فانيله اعرق انديه افريقيا والوطن العربي، ان شاء الله نتمنى له التوفيق، تكون حاجه مهمه جدا في الموسم الجديد بدايه من كاس السوبر ان شاء الله.